الله جل وعلا أمرهم بستر عوراتهم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فيستروا عوراتكم عند كل مسجد. والمشركون كما ذكرنا كانوا يتعرون في الطواف ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، زين لهم الشيطان هذا. الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يعني تفضلنا عليكم، والإنزال هنا معناه الإيجاد، إيجاد الشيء من مصادره. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني زيادة على ستر العورات فيه جمال أيضا تتجملون به. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، فنبه باللباس الحسي على اللباس المعنوي. لا تجمل شخصيتك وهيئتك وتنسى التجمل الصحيح وهو التقوى، فهو الجمال للإنسان. كم من متجمل بثيابه لكنه غير متجمل في طاعته وعمله. نعم. وكم من رث الثياب وهو متجمل بالتقوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ما يخلى يدخل على الملوك والرؤساء والمسؤولين لحقارته، لكنه عند الله عزيز. السبب ما هو؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. لو أقسم على الله لأبره. نعم.